الله سبحانه وتعالى حث على العفو وحث على الصفح. ومن منا لا يخطي يا إخوة؟ ما في أحد ما يخطي. الزوجة ممكن تخطي، الزوج ممكن يخطي، الابن ممكن يخطي، البنت ممكن تخطي، كل واحد معرض للخطأ. لكن ينبغي أيضا أن يتربى أفراد الأسرة على هذا الخلق الرفيع وخلق العفو وخلق الصفح. أحيانا للأسف لنزوة بسيطة، أمور أحيانا عاطفية أو غيرها بين الزوجين أو بينهم وبين الأولاد أو كذا، تؤدي إلى السب والشتم واللعن وغير، وعاذنا الله وإياكم من مثل ذلك. لا، ما يؤدي إلى هذا. والأصل في خلق الناس كما أخبر الله سبحانه وتعالى أنه خلقهم مختلفين. ولا يمكن أو صعب حسب السنة الإلهية أن يكون أمزجة الناس كلها سواء. فعند ذلك عندما يتزوج الرجل الزوجة واختارها أن تكون هي كما يقال شريكة حياته، عليه أن يتحمل ويتغاضى عن بعض الأشياء، فلربما تقع في شيء من الهفوات وكذا وتحتاج إلى التصحيح والعلاج، وكذلك العكس من قبل المرأة اتجاه إيش؟ اتجاه زوجها. فهنا لابد أن أيضا يحصل هذا العفو فيما بينهم، ويسارعون إلى المصالحة ويسارعون إلى الخير. إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه حذرنا أن نقطع السلام عمن نعرف نتيجة للخصومة التي بيننا وبينه، يعني يلتقيان ثلاثة أيام ويعرض هذا ويعرض هذا، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هذا في محيط المجتمع، فكيف في محيط الأسرة التي هي بحاجة إلى إيش؟ إلى هذا التلاقي وإلى هذا التراحم.